تصلبها تصلبها زينب. هي تصلبها زينب ما تم حد إلا أنا وأنت في الاستديو. أنا أقول خل نروح بعد أنا وأنت. والله العرب كلها مسافرة. سوتها زينب وسافرت يعني. شكلها بعد سهرت وياهم ما تم. تصلبها ما ترد يا ريا خلنا نتصل مرة ثانية. لا لا وصلت. السلام عليكم. أنا ما خون لو سمحتوا. يا بنت النسبية عشان أنصخ عنها. ما نطريها. كيف حالكم شباب؟ الحمد لله زينب. جايبت لكم هذا السويت من بستاني. لأن اليوم عندنا ضيوف. مميزين. يا سلام يا ليك. بستاني؟ بستاني. 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 اوكي. انا بعد انت عندك مشكلة يوم تسمع. بالسمع. علامات كبر السن. كبر السن؟ كبريني قدام الشاشة. عيل اقول لك اصغر بستاني. اصغر واحد فيكم انا. لا انا اشك بموضوع ان اصغر واحد. ليه؟ انا من شافوا الشعرتين بيضا يتحروني انا اكبر واحد. وش جيب هذا بطالع الا كذا انا صغير تراني. بحقر عمرك غصب ليش؟ غبار غبار هذا ظني مروان شلش يا غبار بس من الأجواء الصيفية الحين خير سلامات غانم ريرك أشوف مجبسة ولا شو؟ أنا أقول لك لا تجيب طاري ريري حيب طاري ريري أطلع عمرك قطوع ظني تستاهل السلام بس أجواء وين هاي يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس الحين بخير الحمد لله وعافية إن شاء الله من فرحة الخميس أكيد لا هاي فرحة الخميس سالفتين نحن تعرفين الناس رياضيين دائما نسوي رياضة فما سخنا قبل الرياضة ويتنا إصابة بسيطة يلا أجر وعافية أجر وعافية غانم إن شاء الله عاد اليوم يوم مميز يا شباب أو يوم في حدث جديد اليوم ناس وايدين كانوا يتريون اعتبره عرس وطني اليوم اليوم تاريخ 18/8 انطلقت عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية اللي يبون يترشحون للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات في الدورة الجاية وبيستمر من اليوم الأحد إلين يوم الخميس اللي هو 22/8 نتمنى لهم كلهم التوفيق ونتمنى إن شاء الله تكون هناك حملات تمثل الإمارات خير تمثيل وتمثل الشباب خير تمثيل ونتمنى لهم التوفيق بالفعل يا مروان والجدير بالذكر أيضا نسبة كبيرة من الشباب ما شاء الله صحيح. مشاركين ونتمنى لهم التوفيق وشيء جدا جميل ومفخرة أن نشوف الشباب يثقون بنفسهم وبقدراتهم وأيضا نتمنى لهم كل التوفيق في الانتخابات والترشيح نتمنى لهم التوفيق لو تلاحظون بعد اليوم هاشتاج مجلس الوطني متفاعل بشكل كبير صحيح وهذا شيء يفرح وهذا نوع من المبادرات والتحفيز لهم صح. نتمنى لهم التوفيق آمين إن شاء الله من خلال متابعتي تبون صدق أنا لاحظت أنه فعلا في عناصر الشباب مثل ما قلت نعم. زينة مشاركين بأعداد كبيرة أو أنهم مقبلين على هذه الخطوة بأعداد كبيرة وبالإضافة تدري شو العنصر النسائي يعني نعم. العنصر النسائي اللي اليوم عندنا وحدة بس لكن هم مشاركين في المجلس الوطني الانتخابي للأمانة وضيوفنا اليوم كلهم من العنصر النسائي على فكرة فدائما النساء منتصرين فنا لكم التوفيق الصراحة نعم الموضوع هذا حديث الساعة وعندنا أيضا ضيفة مميزة وراح تفيدنا وهي إحدى المرشحات مرشحة نفسها فكل التوفيق نريد نقول لكم آمين وهذه أموركم أيضا ها نعم هاي أمورنا أنا أشوفه هنا شو هاي توزيعات حجاج هي ذكرتوني دشينا في موضوع المجلس الوطني ونسيت أخبركم عن طبعا الحجاج ردوا بالسلامة يستاهلون نقول لهم الحمد لله على السلامة وتقبل الله منهم البارحة وصلوا ظني مطار أبوظبي مش ظني لا نعم وصلوا مطار أبوظبي بعثة الإمارات الرسمية الحجاج وصلوا في مطار أبوظبي البارحة نتحمد لهم على السلامة ونقول لهم حج مبرور وسعيا مشكور وذنب مغفور إن شاء الله وهاي التوزيعات ما شاء الله حسيت أني حاج راد من هذا الله يكتب لنا إن شاء الله توزيعات الشباب جدا رائعة ومبتكرة مدخن وسويت وشي حلو أنه للحجاج إذا جايين الأول مرة بالذات اللي حاجين لو تلاحظين بعد حتى ما شاء الله عندنا المطار والبيوت كلها مزينة لاستقبال الحجاج يعني فرحة فرحة بالفعل الله يتقبل يعني منهم يا رب العالمين ونشكر طبعا محل دي روزز ميزون دي روزز اللي في عمان اللي تذكرونه العيدية اللي عطتنا العيدية نعم هذا المشروع الشبابي المميز ما شاء الله دائما تقدم أفكار جميلة ورائعة أيضا السلة اللي قدامكم خلينا نشوفها غانم عنده فكرة هي والله بقول شيء اختي زينب شو رايك نشوف استقبال الحجاج قبل ان نطالع السله هاي هذا مها قدامنا يا سلام شوف جميل. هذا كان نعم صد. جميل انك ترد من المطار تشوف هذا الاستقبال الجميل هذا نعم هذا اتوقع كان يوم الجمعه نعم البارحه هذا بعثه الامارات الرسميه في مطار ابو ظبي البارحه الليله وكانت الانباء ما قصرت وبثت هاي الاحداث كلها في مطار ابو ظبي اتوقع هذا مروان مطار ابو ظبي هذا اتوقع مطار ابو ظبي الشعور جميل انك انت سبحان الله تكون راد
بلدك وتشوف هذا الاحتضان واستقبال شرطة وناس يعني. والاستقبال بالورد شيء جميل جدا. إصرارية بعد جايبينهم يستقبلون. ونحن استقبلناهم بعد أخوي مروان بالتلفزيون طلعناهم وشفنا الأطفال وهم يستقبلون أباهم. شوف الورد لو سرنا على الأقل كان حصلنا ورد غاني. ورد؟ ما شاء الله استوديو كله ورود. كله ورد احنا. كله ورود. احنا البارح بعد مرة احنا بالعادة نمر. شباب هني بعد لا تنسوني أنا موجودة. ما كملت كل ال. ما شاء الله شيء توزيع. نعم نطلب من مخرجنا أيضا ياخذ لقطة سريعة على أيضا هذه الهدايا الجميلة والأفكار المبتكرة من ميزون دي روزز في عمان. وأيضا نشوف المصحف. أشياء جدا مبتكرة وكل التوفيق لصاحبة هذا المشروع اللي دائما تبهرنا بأفكارها الجميلة. يعطيهم العافية. مثل ما شفنا عندك أختي زينب البطاقات والتوزيعات الجميلة اللي مخصصة لهم. صح يستاهلون صراحة أمورهم طيبة والشباب دائما يستاهلون. يلا عقبالكم شباب. وعندنا ضيفة الحين الشيخة جواهر بن خليفة. يا مرحبا. مرحبا الشيخة. يا مرحبا كيف حالك؟ حياك الله. الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة طبعا تفضلي. تفضلكم. تدعم الشباب عبر مؤسستها وطبعا نشوف ما شاء الله رغم صغر سنها ولكن ما شاء الله فعالياتها ومبادراتها في دعم الشباب للأمانة على المستوى الشخصي نتابعها في السوشيال ميديا واضح هذا الدعم الكبير بالنسبة للشباب واللي بالنسبة لنا يمثل شيء كبير كلنا شباب في ميلس اليوم فخورين بهذه الشخصية بالفعل. اللي تدعم كل الشباب والشيخة جواهر ما شاء الله أنت غنية عن التعريف يعني في مدة زمنية قصيرة ما شاء الله صرتي يعني صحيح. مميزة ومعروفة عند كل الشباب 23 سنة ما شاء الله ونشوف النشاط ودعمك المستمر للشباب فإذا بتخبرنا عن هذا الموضوع أول شيء أنا سعيدة فيكم جدا أنا اللي فخورة فيكم يعني إحنا ويا بعض نقدر نسوي تغيير نقدر نأثر على المجتمع لكن بروحي أو بروحك ما بنقدر نسوي شيء بالنسبة لدعمي للشباب كوني أنا شابة واحدة منكم وفيكم فأكيد طبعا يعني هذا الشيء يعطيني أنا شخصيا حافز يعطيني بعض يخليني أفتخر أن في أمثالي من الشباب عندهم أفكار عندهم تميز عندهم أشياء كثيرة حابين يعرضونها فنفس ما قلت لك يد بيد بنقدر نسوي شيء إن شاء الله كونت رئيسة مؤسسة جواهر آل خليفة نبغى تخبرينا أكثر عن هذه الشركة المؤسسة عفوا طبعا المؤسسة هي لتمكين الشباب لكن احنا الحمد لله في دولة تدعم الشباب وتدعم الجميع في كل الأمور في كل المحافل لكن مؤسسة جواهر لتمكين الشباب شيء مختلفة نحن نحاول ان احنا نختار الأفكار المبتكرة الأفكار اللي فيها نوع من مش بس فقط التميز انه يكون فيها شيء مختلف ولم يحدث من قبل شيء عمره ما صار من قبل نحن السباقين او الاول ناس نحن نسوي هذا الشيء وشفت انا فعلا من ضمن الامور اللي لاحظتها مسوي ملتقى ما بين الاعلاميين رواد التواصل الاجتماعي نعم. عشان يثرون الساحة السوشيال ميديا اللي في بالحاجه الى هذا الاثراء للامانه صحيح. نشوف يمكن نوعا ما تفاوت لكن انت توجهت للشباب طبعا انت عملتي مع شباب وبالتالي انت مليئه بالطاقه الشبابيه نعم. والايجابيه لانك اختلطي مع الشباب احنا لازم نتكلم بعد عن دور الشباب في بناء المجتمع وجهه نظرك خاصه انك دخلت في كثير مبادرات طبعا مش بس انا قلت يعني شيوخنا كلهم قالوا دائما يقولون ان هم المستقبل صحيح هذه ما في خلاف عليها لكن انا اعتقد ان الشباب هم على قولتهم يقولون هم ال ال الطاقة والثروة نعم ثروة كل مجتمع ثروة كل مجتمع نعم. صحيح لكن هم بعد عامل أساسي في نمو الاقتصاد هذا جانب آخر يعني صح أن لهم هم أساس المجتمع وكل شيء لكن إذا بنتكلم من ناحية اقتصادية كوني أنا دخلت شوية في ريادة الأعمال هم أصلا أساس نمو الاقتصاد نعم جميل أيضا نشوف الشيخة جواهر ما شاء الله يعني دعمك للشباب ليس فقط للشاب شاب الإماراتي أو شباب الإماراتيين نشوف في توسع ما شاء الله في الخليج أيضا طبعا أنا خليجية نعم
بحرينية ولكن من أم إماراتية. نعم. فأخذت النص من هني والنص من هني، لكن في النهاية والجهد موزع احنا وهناك في كل مكان، في كل في جميع أنحاء الخليج. ليش؟ ومش بس الخليج، حتى الوطن العربي. ليش؟ لأن في النهاية احنا شباب وعندنا طاقة، عندنا شيء نبغي نطلعه ونبغي نفيد المجتمع فيه. ما نبغي الشباب يروحون يضطرون انهم يلجؤون للغلط لتفريغ هذه الطاقة، لا، نمسك بإيدهم وناخذ هذه الطاقة نستفيد منها. في النهاية احنا شباب شو ما كانت جنسيات. نعم. اختي جوار، لو مثل ما نشوف وياك هالصور اللي موجودة عندنا هي معروضة في الاستوديو، خبرينا عن بعض المبادرات اللي نشوفها نحن امامنا هنا. المبادرات والله كثيرة، يعني انا بديت تقريبا من سنتين او 3 سنوات. ابتدى الموضوع بالصدفة، يعني اني انا كنت حابة اني انا اروح ادعم واحدة من صديقاتي. جميل. لكن بعدين صار في نمو في الموضوع، و من معارض الى مؤتمرات الى ورش عمل الى كثير من الفعاليات اللي تدعم اغلبها او 99% منها تخص الشباب بطريقة ما او اخرى. جميل. واحنا دائما نقول اصلا لغه الشباب، حتى يوم تطرقت على موضوع الوطن العربي والخليج. نعم. ان سبحان الله هناك لغه واحده مشتركه بين الشباب، هي طاقه وانتاجيه والهمه، وهذا الشيء نلاحظه. بس انت يوم دخلتي، يعني احنا نقول بعمر صغير، طبعا احنا ما نقول عمر صغير لان ما شاء الله نشوف المبادرات كبيره والانجازات كبيره، فنحن عمرنا ما اعتقدنا ان هذا العمر كان لرب. بس كيف شفتي طاقات الشباب؟ كيف شفتي؟ يعني انت جيتي في الدوله، او ان شفنا مبادرات في دوله فيها هذه الهمه. نعم. فأنت كيف شفت الشباب وأفكار الشباب؟ أول شيء ابتدت معي أنا شخصياً، أنا كيف بديت؟ أنا بديت تكاتف. جميل. أنا بديت شخصياً تكاتف وأنا كنت في الثانوية. نعم. فتكاتف نمت شخصيتي، نمت هذه اللي إن أنا عندي الرغبة إن أنا أبغي أعطي أكثر، إن أنا عندي أكثر أقدر أعطي أو أفيد للمجتمع. فأنا بديت بتكاتف. حتى سبحان الله بعد مرور السنين لما رحت واحدة من الفعاليات في رأس الخيمة وكانوا شباب تكاتف هم اللي مرتبين، فاستانست وايد فيهم. يعني فهي مربوطة أن نحن عندنا نفس ما قلت لك عندنا طاقة، بس نبغي من ياخذ بيدنا. جميل جدا شيخة، راح نواصل إن شاء الله معك ومع هذا الحديث الشيق. جميل. وكل المواضيع المرتبطة بالشباب ودعمك للشباب، لكن راح ناخذ فاصل بريك صغير ونرجع نواصل معكم إن شاء الله. نحن ردينا من عقب الفاصل، بس أشوف الطاولة زادت كلها حلويات، كل فاصل تزيد كل فاصل. الله يزيد ويبارك. أرد وأقول بتمثلين أنت تجي بارك الله فيك. إحنا مش نظام غذائي معين غانم. أرد أقول هاي كلها مشاريع شباب، مشاريع شباب وصناعة شهر 8 من الشباب وإلى الشباب. صحيح. عطاري شباب، شيخة جواهر، كونت أنت إنسانة شابة، في تقارب فكري وعمري بين الشباب اللي موجودين عندكم، هل تحسين أنهم يفهمون أكثر للمبادرات اللي أنتم تقدمون لهم إياها؟ أكيد طبعاً، لأن في النظرة قريبة بحكم السن، بحكم طريقة التفكير، بحكم حتى الدنيا كيف تغيرت، مش كثر إحنا أصلاً متأثرين بالتطور بالتكنولوجيا بكل هاي الأمور. فلما تتكلم مع شاب قريب من سنك، يعني نقاط الالتقاء أكثر من لما تكلم حد من غير جيلك، يعني سواء أصغر أو أكبر. صحيح. أنا هذا السؤال بعد يسحبني لسؤال ثاني. أنت الحين ما شاء الله نتكلم في فترة قصيرة شفنا هالمبادرات كلها، معناته أنت احتكيتي مو بس مع الشباب، احتكيتي مع يعني فئات مختلفة عمرية مختلفة جدا. صحيح. فكيف هالأمور أثرت على شخصية الشيخة جواهر، سواء بالاحتكاك أو حتى كيف حسيتي فهم الجيل القديم بالنسبة للشباب؟ هاي بني شخصية صراحة، الاحتكاك هذا طبيعي أكيد. كنتي تسأليني إذا في موقف اليوم صار بالفعل. موقف. اللي صار أن بعض الأحيان إذا بنتكلم عن الأعمار اللي أكبر، بعض الأحيان كوني أنا صغيرة وقاعدة أتكلم بعض الأحيان في أشياء كبيرة، فلما أقعد قدام شخصية كبيرة بعملها بعمرها بكثير من هاي الأمور، يصير في نفس ما قلت لك ما في نقطة التقاء.
فيبدأ الشخص هذا يعني يكون شوي يهاجمك في الكلام كونك أنت أصغر منه يعني. فأنت كأنك قاعد يوصل لك المعلومة أن أنت ترى ما قاعد تفهم، أنا في الشغل قبلك فأنا فاهم أنت مش فاهم. لكن اللي هم ما يعرفون لأن هم قاعدين يفيدوني لما يعني يحاول قاعد يشرح لي بطريقة أني أنا مش فاهمة هذا الشيء، فهو قاعد يعطيني معلومة. فكل مرة على بناء الشخصية، كل مرة بتلتقي مع شخص سواء أكبر أصغر طفل بتتعلم منه، لازم بتاخذ منه شيء شغلة تستفيد منها حتى لو كان الاختلاف موجود. فعلا جميل. شيخ جواهر عندي فضول أبا أعرف عن، بما أنك تكملين دراستك أبا أعرف عن تخصصك. علاقات دولية International Relations في جامعة الأمريكية، الجامعة الأمريكية في الإمارات. ما عدنا توقعت بزنس، لكن شيء جميل أنك تربطين بين التخصصين. هو ما له دخل يعني في شغلي أبدا، شغلي أكثر شغف. هواية وشغف وشيء أنا أؤمن فيه، شيء أنا أؤمن فيه جدا يعني. أؤمن أن طاقة الشباب وقوة الشباب شيء خارق، شيء ممكن يغير العالم. في جملة في البروفايل للمؤسسة نقول فيها أن نحن منصة الشباب إلى العالمية. فأنا اليوم قاعدة أقول أن إحنا كشباب نقدر نغير العالم، ولكن في نفس الوقت يعني إرضاء طبعا للوالد والوالدة كان لازم أن نختار يعني شيء غير البزنس يعني. فاخترت علاقات دولية كونه تخصص صراحة حلو وايد، في يعني طرق بعض يعني للدبلوماسية، وهذا شيء تحتاجه أصلا في حياتك اليومية أساسا. أنا أحب دراستي، أحب دراستي. والله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله عقبال ما تنهين دراستك إن شاء الله نفرح بك. الله يطول عمركم. عاد الحين أختي زينب نبغيك من خلال الحوار هذا تخبرينا أماكن كثيرة جايبين لنا حلاوة وسلة وورد لازم نطريهم في البرنامج. طبعاً الكوكيز الغاوي هذا أنا جربته قبل لا تبدأ الحلقة. شيخة نحن عاشة تزعل علينا إذا حاطين شيء هنا على وما نذكر وما نضيف وما نضيف لأن الشباب وحليلهم ما يقصرون دائماً يدعمون برنامج تاعتهم. وأنا أقول أغلب المشاريع يعتبر دعم لل أنت تدعمينهم بهالطريقة تعكس في تاعتهم. ما شاء الله تسلم. وكل ما تاكلين أكثر تدعمينهم أكثر. شكراً بالعافية. تفاح خضر؟ تفاح خضر؟ أموري طيبة. طيبك إن شاء الله المرة الجاية. شكرا. عاد ويا الحلاوة يبالها شو؟ قهوة. قهوة نعم بالفعل. يعني عطيتوني أنا بس؟ لا حاضرين. حاضرين. زين توليهم يلا. شكرا. لا أنا عندي سؤال للشيخة جواهر. ما علي هي بتسولف وياك بعد. ما علي عقب مشكلة. يلا شكرا. بس تاكل روح الضيف بعد. يعطيك العافية تمام. انزين الشيخة جواهر نرجع نكمل ايضا لموضوع الشباب، وايضا موقف صار لك او قصه في دعمك لاحد الشباب او من المبادرات اللي قدمتيها مثلا، وايضا اذا بشكل سريع ايضا نصيحه للشباب اللي يسمعونا خاصه انك انت الشيخة يعني انت ما خليتي فئات من الشباب ما دعمتيهم. نعم. شفنا في مجالات مختلفه ونحن حلو في الامارات صراحه ان انت ما تحصل تخصص معين، تشوف ما شاء الله شباب في ريادة أعمال، تشوف شباب الحين في الفضاء، تشوف شباب في التعليم، كل شيء فعلا عندنا بيئة خصبة لكل جميع المواهب والتخصصات والمجالات. بالطبع. فنصيحة للشباب اللي انت تشوفينهم وتعاملت وياهم واليوم انتظرون نصيحة من شابة مثلهم عانت يمكن شراتهم شافت اللي هم شافوا وعرفهم شو محتاجين. بالنسبة لي أنا يعني إذا عن المواقف طبعا مواقف كثيرة بس ما تحضرني الحين، لكن أذكر في وحدة من ورش العمل وحدة من البنات كانت بعد ما كانت عندي ورشة عمل وتناقشنا وكذي وبعدين تكلمنا يعني قلنا قالت لي جتني وقالت لي إن أنا عندي طاقة وعندي أفكار وعندي أمور كثيرة، ولكن يعني أنا خايفة أني أنا أفشل أو خايفة أني أنا ما أنجح، يعني فيني خوف حتى من ردة فعل المجتمع من أنهم يردوني أو إلى ما إلى ذلك يعني. فقلت لها والشيء هذا أنا واجهته يعني أنا شخصيا واجهته، وطبيعي أي شاب يواجهه المطبات أو الرفض. هل خوف من فشل الشيخة تحسين ولا خوف أو خوف من التجربة؟ من التجربة جديدة. نعم يعني فعلا في ناس خاف من الاثنين فعلا هاي مشكلة لأن الفشل مخيف.
صحيح الفشل اصلا ايضا كلام الناس، كلام الناس ان انت فاشل او ان ما نقدر نحن نقول فشل، عدم نجاحي اكثر من ذكر كلمه فشل، بس خاصه في خطوه اولى اكيد نعم. طبعا بس تعالي تعالي هني فهمي الشاب اللي اول مره يطلع ويبادر انه يسوي شيء، انه اذا ما نجح انت مش فاشل، يعني هذه سايكولوجية يمكن شوية مش موجودة عندنا. صحيح اتفق وياك خاصة في المراحل الأولى. أي نتكلم مراحل الأولى فعلا الخطوة الأولى، أنا دائما نحن نقول يعني الشباب دائما وتكلمنا فيها من كم يوم نحن، أن ذكر معاس المحامي وأحد محامين ختيام أرشا قال مشكلة الشاب عندنا في البلد أنه ما عنده جرأة الخطوة الأولى. نعم. أنت أكثر شيء تحتاجه الخطوة الأولى، وأنا أتوقع أنت لو تسترجعين الخطوة الأولى بالنسبة لك يعني ممكن بحد ذاته هذا دافع لك انك تستمرين اكثر. انا ممكن ما ندخل في تفاصيل الخطوه فعلا. الاولى، ولكن انا متاكد كل نجاح خلف خطوه اولى كانت فعلا. صعبه أكيد. مثل ما اتفقنا أكيد. اتذكر يعني احنا اول ظهور اعلامي لكل واحد فينا على شاشه التلفزيون لايف، هذا يعتبر يعني خطوه ممكن تخليك خطوة. تفشل من نعم. اول مره مقارنه لو الشيخ تشوفين اول حلقه واليوم بس فين فرق واضح. انا مع الممارسه اكيد يعني بيطور الانسان من نفسه. اذا تقولي لي عن ان انا اقول نصيحه، هي وحدة، ثق في نفسك. صحيح. ثق في نفسك، ويعني يمكن كل الناس اللي حوالينا ممكن يقولوا لنا إن إحنا ما نقدر. صحيح. إذا أنا قلت حق نفسي إن أنا أقدر فإذا أنا أقدر. ونحن نقدر نعم استمتعنا وياك يا شيخة جواهر. شيخة جواهر ما قصرتي، كانت مقابلة جدا حلوة وخفيفة. أنا أسعد. ونحن نتمنى زيارتك مرة ثانية عندنا في الاستوديو. بإذن الله. وهالمعلومات الجميله اللي استفدنا منها، ونتمنى ان احنا يوم من الايام بعد نبادر في مؤسستهم يا رب العالمين ان شاء الله. ونتمنى لها التوفيق في دراستها وفي رياده اعمالها ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا جزاك الله خير. واذا المشاهدين الكرام نحن لابد ان يكون عندنا فاصل بسيط وراجعين من بعدها. ما شاء الله في وقت الحلقه ما تاكلون، ما شاء الله الحين ما خليتوا شيء ما اكلتوه في البريك، يعني ما يستوي ما يستوي ترى اللي يتابعون الناس بعد هم ياكلون، نحن بعد ناكل. احنا اذا بناكل ما بنرمس ما بنسولف ما بنقدم شيء. انا عندي خطه نسأل سؤال قوي نخلي ضيف وايد يتكلم ونحن بناكل بس. طيب ان شاء الله عليك افكار صراحه ما يحتاج مره. اسالوا شيء اربع اسئله في سؤال واحد اضغطوه. حاضر بنعتمد هاي الحركه خلوه يتوحد واحنا نقضيها اكل. نتمنى ضيف عقب ما يسمعنا. لا مره طيب ان شاء الله. ضيفتنا الاولى استمتعنا معاها، كانت عن دعم الشباب ومشاريع الشباب شيخه جواهر. الحين ضيفتنا الثانيه ايضا مميزه وهي ملقبة دائما بقلب الشباب النابض، توقعوا منو هي؟ قلب الشباب النابض. أنا أعرف قلب الشباب النابض ما يحتاج مستشار سهيل الوالي. ما شاء الله. معروف عندنا أي شيء يخص الشباب. يا مرحبا يا مرحبا. شوف مجالس الشباب غيرة أمورها طيبة. يا مرحبا بسهيلة كيف حالك؟ الله شباكم. يا مرحبا الحمد لله. سهيل الوالي إيش حالك؟ طيبة الحمد لله. نور نوركم والله. شو مسويين؟ الحمد لله. طبعا في بداية الحلقة كنا نتكلم عن الانتخابات ومجلس الوطني. لكن نتمنى لها التوفيق. فالحين انا قبل اول ما التقيت فيها خبرتني ان انت ما شاء الله مرشحه عمرك. ان شاء الله كل التوفيق للعنصر النسائي. أيوة. لان نقول تحيز عندها من الصبح تقول انتم تامين اثنين وانا تام روحي، فاليوم اثنين اثنين خلاص. اصلا اليوم اصلا حلقه نسائيه. ايوه حلقه نسائيه. مروح انا مروح. يلا روح. يلا حيا. يا مرحبا اختي سهيلة ما قصرتي ويانا الصراحه. حتى انا مرات اتفاجئ بضيوفنا في اثناء الحلقه، ولكن اليوم قبل لا ادخل الاستوديو اشوفها هي مسوت لي تاك في الانستغرام، فقلت هي ضيفه عندنا موجوده الاخت سهيله. اختي سهيله عارفين عن نفسك اكثر من خلال هال وياكم سهيله الوالي غنيه عن التغريف. مستشار شباب وحصل على الماجستير في اداره الاعمال والبكالوريوس في تقنيه المعلومات، واشتغل كمهندس لتنفيذ المشاريع في شركه دو. فدائما التنوع في حياتي احسه مفيد، يعني انه ماجستير اداره اعمال بعدين تقنيه معلومات، و فالمجالات هاي المتنوعة هي اللي طلعت شخصية سهيلة. فالحمد لله بعدين عضو على مدار سنتين متتاليتين في مجالس الشباب المحلية، بعدين مسكت رئاسة مجلس دول الشباب، فحسيت ان الحمد لله انجاز سويت في حياتي. ما شاء الله مكتسحة مجالس الشباب. نعم ما شاء الله. شو سبب هذا اللقب قلب الشباب النابض؟
يعني هذا اللقب ترى وراه سر ووراه مفاجأة. اتصلوا فيه من مسؤول اتحادي للشباب في يوم من الأيام قالوا سهيلة تعالي عندك اجتماع. فقلت لهم خلاص إن شاء الله جايتنكم، فمجهزة أوراقي والملفات وشي وسايرت لهم. قلت لهم يلا وين الاجتماع؟ قالوا لي في اليوث هاب في مركز الشباب في أبراج الإمارات. فسرت ويلت قالوا لي وين؟ قلت لهم أنا داخل. قالوا لي لا تعالي تعالي برا. فطلعت برا قلت شو السالفة شو مستوي؟ في يوم دشيت أشوف كيكة ومكتوب عليها فخر وقلب الشباب النابض، فقلت أوي لا شو السالفة؟ فشي يعني استحيت في نفس الوقت أحس بفخر يعني إن أنا سويت شيء يعني وايد حلو في حلقات أثرت. الشبابية فتأثرت وقلت أن هذا دافع بس أن الواحد يعطي أكثر وأكثر في حياته. بالفعل سهيلة أنا هذا أول لقاء لي، لكن ما شاء الله أعرفك من إنستغرام، فأول ما شفتها أحس أني أنا أعرفها من فترة يعني طويلة. ودوم الإنستغرام يقلص المسافات من بين الناس عشان كذا ساعات نشوف ناس يقول شايفينك في مكان بس ما أدري وين. أوريدي شايفينه مسوي له لايك أنت ما تدري. زين سهيلة نتكلم عن فعاليات ومبادرات، أنت ما شاء الله الحين كنت في مجال الشبابية وعقب رئيس مجلس دو، يعني مشاركتك أغلبها مع الشباب، تكلمين عن هالفعاليات والمبادرات اللي انت شاركتي فيها؟ انا دائما احب اشارك ويا الشباب بما انهم هم اصلا 60% من معدل شعب دولة الامارات، فاحسهم محتاجين دعم، محتاجين حد يوقف وياهم بما ان انا من اصحاب الخبره في هالمجال. فدوم اي حد اقول له ان اذا تبون اي دعم اي استشاره اي شيء خبروني وانا بساعدكم وبكون وياكم يعني ايد بايد. صح. فهالشيء اللي دوم يعني اخر مشاركاتنا يمكن مجلس دول الشباب عقد جلسه شبابيه في متحف الاتحاد في دبي، فكنا موجودين وياهم والحمد لله استانسنا، اخذنا معلومات عن مسبار الامل والمريخ. جميل. فحبينا الشيء يعني ان من الشباب للشباب دائما مثل برنامجكم. نعم. الشباب احيانا يقول لك يعني واحد يفهمني وقادر ان يعطينا من خبرته افضل، واحد عنده خبره احيانا ما يفهمني. صحيح. فانت محتاج الاثنين الفهم والخبره. والشباب دائما محتاجين كلمه تحفيزيه. صح. تشجيع وراح ينطلقون. بالضبط اتفق وياك. مثل ما اشوف ما شاء الله احس في اقبال في ايضا المبادرات وكل المشاركات في المكتب اللي فيها. نعم. الصوره اللي قبلها هذا في مكتب مكتبك لاحظت خفيف كذا ما فيها الزحمه اللي بعض يحطونها البنات بالعاده، ما احب الزحمه كذا نكس ودباديب واشياء شغلات مكتب ما شاء الله. هذا مقصود هالكلام لعاشه اهلي. ايوه مكتب عاشه مثلا على سبيل المثال. حرام. لا لا عاشه مسكينه ما تقصر يسوي هالاشياء كلها عشان تقدم الحلويات كلها عندنا في الاستوديو. بالفعل صراحه مو مقصره. بالفعل لا وعاشه فيها شيء مميز. احنا طلعنا من هالموضوع موضوع عاشه. اي شخص يسافر فيقول لها مسافرة بس أبغي منك سفنير تذكرة للبلد، فتشوفين مكتبها ما شاء الله سود ما شاء الله كل مكان. زين سير الحين أنت أظني تم اختيارك كنت في تنظمين حلقات الشبابية. صحيح. الشباب كيف كان اختيارك وعلى أي أساس كان اختيارك؟ وبعد أبغى أعرف عن تجربتك في الحلقات الشبابية. يعني المؤسسة الاتحادية للشباب أبدا ما قصرت. نعم. ويانا في صادق. موضوع الحلقات الشبابية ويانا. وياحنا. فكانت بدايتي من 2016 يوم تم تعيين معالي شمه بنت سهيل مزروعي وزير الدوله لشؤون الشباب، ونوجه لها كل التحيه والتقدير على عبر هذا المنبر. فكنت عضو في مجلس محلي للشباب. جميل. فكنا دوم نسوي حلقات شبابيه، نحاول ان نحن نتعاون ويا المؤسسه الاتحاديه للشباب، قبل كان مكتب الشباب طبعا. نعم. فمن هالمنطلق ان شافوا ان سهيل عندها بوتنشل انها تعطي اكثر واكثر، فقلت على طول لا حطوا هالكرسي هني، لا هالشعار شوي يباله تعديل من هني، شغل مهندسين ترى شغل مهندسين. فقالوا لي سهيل ساعدينا في هالمشروع. حلو. فقلت لهم حاضرين يعني على عيني وعلى راسي. فمن هني بدا يعني من المؤسسين كنت من المؤسسين في الحلقات الشبابيه من المؤسسين في الحلقات. فاحس مثل الحلقات الشبابيه مشروع يعني لي وايد، فوايد افتخر فيه يوم اشوف حد يقول لي نحن هاي الفكرة طلعت لنا من الحلقة الشبابية. أحس وايد فخر. صح. في وايد. صح. من مجالس الشباب اليوم سووها بناء على حلقات شبابية، في وايد من المشاريع طلعت على نطاق الحلقات الشبابية، فأحس أن الحلقات الشبابية فخر لنا كلنا نحن يعني. بالضبط. نعم. هي فعلا الشباب يعرفون هي مبادرة من المبادرات اللي أطلقوها مؤسسة الاتحادية، وفعلا تعطي التحديات تجيب أصحاب قرار يكونون يالسين يطلعون بحلول يتم تطبيقها بالعادة يعني حسب النظرة نظرة الحلول وغيرها. نعم. فعلا سهيلة بما أننا نتكلم عن التحديات والصعوبات، إذا لأي شاب أو بدايته في أي خطوة أو مشروع أكيد لابد من وجود تحديات، تخبرينا عن هذا الموضوع وكيف نجتاز هذه الصعوبات. تحديات في الحياة وايد، وأنا يعني مريت بتحديات وايد على مشوار حياتي. دوم أقول لهم مقولة نقولها يعني بالعامي، الحياة مرضغتني تمرديه لين ما وصلت الشيء اللي أنا فيه. حلو. فإذا الحياة مرضغتك عزيزي المشاهد فعرف أنك أنت صح.
حياتك في بداية نجاح في بداية نجاح وانت في الدرب الصح. اذا اما حياتك ما كان فيها تمرديغ غانم تمردغت لين يوم التمرديغ امورك طيبة اموري طيبة طيبة امورك طيبة بس تفهم غلط هاي الحياة مو اشخاص لا لا اشخاص عقب السيلة براويك الموضوع عندك مفاجأة انت بعد ويجتهد ولكن عقب الحمد لله يحقق الهدف اللي يوصل له ويحلم فيه. صحيح. انزين بعد عندي سؤال انا على طول سؤال ورا سؤال شكرا في المجلس المؤسسة نعم ابغى تخبرينا ايضا عن مجال التطوع. التطوع أنا وياه قصة بديناها من أيام المدرسة فكنت وايد أحب أتطوع كنت أي شيء يخص التطوع كنت أنا أول وحدة موجودة أول وحدة أرفع إيدي أقولهم أنا بسوي أنا بشارك في هالموضوع جميل. حتى مثلا انتخابات المجلس الوطني ترى أنا كنت متطوع في انتخابات المجلس الوطني 2011 ومتطوع في انتخابات المجلس الوطني 2015 فاكتسبت خبرة يعني من الانتخابات وكل الأمور اللي سويت في الدولة أنا كنت فيها متطوع فحتى كانوا أي تطوع يستوي أو أي حدث كبير في الدولة كانوا يدوروني ويحصلوني فيها فعشان تي قلت للتطوع قصة وايد كبيرة وياي. جميل وأنت فخر لنا صراحة لكل شاب إماراتي وسعيدين أنك أنت اليوم متواجدة ويانا وأرد وأقول كل التوفيق لك في الانتخابات إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا على تواجدك معنا. طاقة كانت تبارك نعم بالفعل وما شاء الله عليها يعني عايشتنا الجو بطاقتها الجميلة وتواجدها ويانا في الاستديو. شباب راح نرجع نواصل وياكم إن شاء الله لكن بعد هذا البريك البسيط نضيف سهيلة نسينا نضيفها نضيفها بالبريك إن شاء الله. يا مرحب يا مرحب طبعا يا مرحب محمد محمد وحامد يعطيكم الصحة والعافية ما قصرت لكن أنا عندي تحدي يا ريال بس شوف تحدي بوي في فريقي كان محمد لا ما أنت بوي حامد في فريقي من اللي فايز يعتبر تعادل والله تعادل الحكم موجود لحظة بوي حامد قرب شوي أشوف محمد أقول لك هذين اثنين في واحد أشوفهم يشابهون حبيبي ما شاء الله عليهم توم ما شاء الله عليهم ما شاء الله تبارك نعم الرحمن الله يحفظهم ما أعرف أشجع منه شجع من اثنين التوم الاثنين يستاهلون 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 أتبار زياء وأنت حكموا لحظة أتبار زياء مروان تعال لا 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 مروان نعم وش يقيك بضون لا 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 بس لا بس تحمل. لحظة نروي الجمهور السيف لها قبضة خاصة لها قبضة خاصة نشوفه حبيبي الكوتش عندي أعطاني التركوت زين القبضة كي مروان ما شيء شوي والله اعطني الخوذ انت بس الله يستر لفع عليك انت بس اعطني الخوذه غانم عقياس يا ايش قاعد يحطون لهاي حبيبي شباب الحكم موجوده هني ترى ابغى تروع قلب اخلص الموضوع ما يحتاج اوكي والسيف ايش قاعد يقبضونه مروان لازم تلبس بعد ما عليك لا لا اشتري انا ما عليك ما بس حمد مروان ما عندنا غيرك ترى انا الصفين احنا ثلاثه دخيلك اي شيء بعد ما عندنا حد يقدم الكوتش موجود بيعطيني تعليمات
حبيبي لا ما في وقت تتعلم ها كله يلا بسم الله تذي بس شوف. اضربه بس شوي اعطونا مساحه يلا استترك يلا مروان يلا بس 1 2 3 خلاص الحكم لحظه الحكم استوب نحن في العراس سيافه يلعبون بالسيف بس هاي كذا ما اعرف بس انت غلط اللي سويته انت بس شوف يعطيكم العافيه لازم ترد يديك اتوقع ورا هاي حبيبي شباب يعطيك العافيه ما قصرت هاي والله تنفعك خليه نحل زين شباب ويانا اليوم ضيفه ايضا مميزه ويانا عنود السعدي اللي راح تخبرنا اكثر عن هذه المبارزه وهي ايضا لاعبه في منتخب الامارات يا مرحبا 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 لك عنود ايش حالك ومشكورين على الاستضافه والله نحن نتشرف ان نشوفك تشرفنا فيكم على هذا المبارزه اللي سويتوها في الاستديو نعم اهم شيء حبيتوا اللعبه؟ لا ما شاء الله حبيناها وان شاء الله بنمارسها بعد ما نخلص الحلقه حبيتها بس الصراحه تخوف يعني في انا مستغربه انه ما شاء الله عليك تخبرين ابوك تخبرينا كيف بديتي في هذه اللعبه مثل المبارزه بما انها ما شاء الله مخيفه وايضا اول شيء هي مش مخيفه دام نلعبها بادوات الامن والسلامه طبعا مثل ما شفتوا حامد ومحمد كانوا لابسين قناع هذا يعتبر بدايه اهم اداه سلامه يعني تحمي الوجه وعقب عندنا اللبس يكون القماش فيه غليظ ما يكون عشان يحمي الجسم ايوه بالضبط ويكون بعد تحته بروتكتر واللبس بشكل عام يعني في حمايه وامن يعني عالي فهي اللعبه ما تخوف وشيقه بالعكس يعني من تجربونها ان شاء الله بتحبونها بدايتك انا بعرف عن بدايتك وسبب اختيارك تبغى تعرف لان هي ناويه تتعلم مبارزه وناويه تهددنا في الاستديو هني لا ليش لا افايلس تعالي عندنا وحياه اي وقت يعني هاي اللعبه مش مرتبطه بعمر بس طبعا اذا الواحد يبغى ينافس فيها اولمبيا شوي تختلف لازم يبدا من وانت فعلا بديتي من في نبغى نعرف بداياتك انا الحمد لله كان خاصه كبنت يعني هاي بعد تحديات يمكن انا شوي محظوظه لاني يعني مدينتي فيها مراكز اطفال انا من الشارجه وتربيت في مراكز اطفال وفتيات فكان عندنا هالمنشط يعني كان عمري 13 سنه و 12 سنه تقريبا وبديت في اللعبه محمد على السلامه خساره والكمباك فقدرت ان ابداها في عمر صغير تعلمت الاساسيات جميل بس ما كان عندنا منافسه هذاك الوقت يعني كانت الانديه معدوده على الاصابع يمكن بس نحن وكان في نادي في ابو ظبي وعقب وقفت الصراحه فتره طويله بس رجعت عن طريق مؤسسه الشارقه لرياضه المراه كنت في عمر كبير شوي يعني بديت لما رجعت للعبه كان عمري 19 سنه يعتبر شوي متاخر بس بعد ما في شيء مستحيل يعني الحمد لله بديت من 19 ومستمره للحين الحمد لله يعني بديت كزبونه في المؤسسه ولاعبه في المنتخب الحين انا لاعبه في المنتخب اكيد لو تخبرينا بس نحن كيف نقدر نتعرف على النتائج نحن من اثناء متابعتنا لمحمد وحامد نتساءل فيما بعد نقول منو اللي فايز منو اللي فايز بس انت ممكن تجاوبين ممكن تجاوبين اغاني بس من غير ما تجاوبين علي لا انا شفتها رفعت وانت تسالها تبغى تقول لك كيف يعني لا تحاسبون هو طبعا كل مباراه يكون لها حكم وفي جهاز طبعا نحن خلياكم شويه تستمتعون بالعرض بس هو عاده يكون في حكم وفي جهاز يحسب النقاط كلها عباره عن داره كهربائيه يعني هم كانوا يلعبون بدون الوايرات في النقاط تضرب الوايرات ولا الواير اللي في الظهر هذا بس هذا سلاح ثاني السلاح اللي كنا نلعبه توه اللي هو سيف المبارزه او يسمى الإبي منطقة الهدف فيها كل الجسم هم لابسين أبيض كامل من يعني لبسهم كله أبيض أما هذا السيف مثلا اسمه سلاح الشيش ويكون فيه سترة رمادية في اللون بس هاي تكون منطقة الهدف جميل فيختلف من سلاح آخر هذه اللعبة تعتبر أولمبية نعم فشو طموحكم أولمبياد. طموحنا أكيد أن نمثل الدولة في الأولمبياد بس يعني عشان أكون واقعية هي نحتاج وايد دعم ليش مشاركات محلية يعني الحين أنت سمعت أنك قلت قبل كان في ناديين في التحدي كان نعم. يعني خلينا نقول مش قوي بالضبط. حاليا لكم مشاركات في بطولات عندكم داخلية الحمد لله الحين صار عندنا دوري فئات عمرية مختلفة للشبال والناشئين وللشباب
وللعمومي يعني اللي هم من فوق 20 سنة. فهالشيء أكيد يثري الدوري عندنا، وما شاء الله عندنا أسماء كبيرة يعني ما شاء الله جميل، سواء في يعني في كل الأسلحة مش بس هالسلاح. هذه تعتبر هذه اللعبة أو الهواية تعتبر نادرة نحن عندنا مثل ما نقول. من وين جت الفكرة؟ من جذبتي لمنو بالضبط؟ هو اللي خلاك تدخلين النادي وتمارسين؟ أنا يوم جربتها وأنا عمري 13 سنة حبيتها يعني من أول مرة، وكنا على هذاك الوقت ما في منافسات بس اللهم ستايل، وهي لعبة يعني فيها ستايل عالي يعني أناقة ولازم الحركات حتى يعني التحية فيها التحية عليها. هي سوري التحية فيها يعني جميل هي رابع. يعني كل شيء شي فيها رقي. فعقب لما استوى عمري 19 سنة وقررت أن أرجع كان بتشجيع من أختي جميل، لأن هي كانت أوردي رامية في النادي وشافت أن في فريق فقالت لي ليش ما ترجعين يعني في لعبة وأوردي في فريق وتقدرين تصيرين تأخذين كلاسات وشي. فصدق تحمست ومن دخلت خلاص يعني مستمرة ما أقدر أودر. جميل. ورد أقول كفتاة إماراتية ما شاء الله يعني أكيد سمعتي بعض الانتقادات صح. أو شيء كيف قدرتي أن تتغلبين على هذه الأمور نعم وتكملين في الهواية اللي أنت تحبينها؟ طبعا تشجيع الاهل كان له دور كبير ان انا اتخطى وايد صعوبات، خاصه ان انا يوم رجعت كنت حتى في الجامعه فشوي كان صعب اني اوفق بين الدراسه وبين التمرين، ان ابغي انا احقق نفسي واوردي متاخره يعني انا بديت وانا عمري 19 فكيف الحد على الجيل اللي طالع قبلي، كيف يعني ابرز نفسي حتى في البطولات الخليجيه وغيرها. طبعا ما في يعني الناس ما تتفق على يعني شيء واحد، مستحيل تحصلين الناس كلهم راضين عنك لو يعني لو شو ما سويتي صحيح. فالانتقادات شيء طبيعي بس الحمد لله أنا أشوف يعني مجتمعنا الحين وايد فرق عن قبل، خاصة في موضوع الرياضة استوى أكثر واعين يشجعون البنات أكثر على الرياضة. غير هذا يعني يوم هيك انتقاد واحد غير عن يوم هيك مثلا 20 مدح يعني 20 شخص يمدحك ويشجعك، خاصة على انستغرام يعني صدق أنا وايد حصلت دعم من الناس اللي يتابعوني خلاني أن أكمل. غير عن هذا البنات اللي من الأجيال اللي بعدي يعني يوم يشوفون حد أكبر عنهم للحين مستمر في اللعبة ويعطي هالشيء وايد يعطيهم دافع بشكل ما تتخيلينه. نعم ونقول يعني دائما البنت الإماراتية في كل المجالات وفي كل مكان الحمد لله. وأحس بعد أني محظوظة أقول مرة ثانية يعني في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يعني مؤسسة تعنى برياضة المرأة بشكل خاص، عندنا فوق 9 ألعاب حاليا بدت يعني كل مؤسسة بدت بلعبتين اللي هم كرة السلة والطائرة، بس اليوم ما شاء الله فيها العاب اقبال نعم نشوف اقبال كبير واحنا فخورين مينا 12/8 انت ويانا ضيفة اليوم مشكور. وشال لها السيف اللي لو نتكلم عنه اكثر بعد كسيف والجميل فيه علم الامارات داخله يعني هذا شيء جميل جدا. القبضة غريبة لو تلاحظ مروان كبداية انا ما رمت استوعب القبضة، لا انا ما اخذ معلميني قبل ما الهواء قلت لهم ببارز غانم فعلمونا قبل علموني يعينك جاهز كنت تعرف شو المشكلة انك تعلمت وخسرت. لا ما خسرت هذه تفاهم الخوذة فوز لحظة الحكم موجود تعادل عشان حيزة نتكلم عن القبضة. طبعا هذا سيف المبارزة او سيف الابي بالفرنسي، القبضة هاي بلجيكية، طبعا في اشكال مختلفة من القبضات، في قبضة فرنسية تي بالطول بس نحن حاليا يعني متعودين على هاي المدرسه اللي هي المدرسه البلجيكيه. حسب كل فارس ولا هم يسمون فارس ولا شو يسمون الشخص يعني مبارز؟ مبارز او سيئة. المبارز هو اللي يختار القبضه؟ هي طبعا لازم يكون على حسب هو شو مرتاح له والمدرب بعد او المدرسه اللي هو يعني يتدرب عليها. جميل. فيكون يعني باختياره هو. اختي بس لو تخبرينا ان احنا في كل هوايه موجوده عندنا في العالم لها اولويات. نبغى نتعرف على شروط هذه اللعبه. طبعا الشروط تختلف باختلاف السيف. هنا انا اليوم بس بشرح لكم سيف المبارزه. تبغون الاسلحه الثانيه لازم تكون عندنا. لا لا علق على السيف عشان الناس تشوف وتفهم. لا ان شاء الله انا بيع عندكم. خلاص بشرح لك باقي. اوكي خلاص تمام ان شاء الله. زين. هذا السيف طبعا الملعب هو واحد بين كل الثلاث اسلحه، هو ملعب واحد طوله 14 متر. في هذا السيف تلمسين الخصم في أي مكان من الماسك لين الشوز وانتو بكرامة تنحسب لك تنحسب يعني. له وممكن في هذا السيف بس بالذات أن أحسب نقطتين للخصمين نفس الوقت يعني نقطة لي ونقطة لك مثلا إذا إحنا لعب بس في هذا السيف. في السيوف الثانية يكون في أولوية منو بدأ الحركة منو صد فيها شوي
تعقيد شوي عشان يمكن المشاهد ما بيفهم وايد اذا شاف السيفين الثانيين، اما هذا السيف وايد مشاهدته ممتعه وعيد. وسهله نعم. للجمهور، وهذا اختصاصي يعني شتينا احبه اكثر من بقيت. واللبس شفناه ابيض بعد ابيض بالكامل. حلو نصيحتك للشباب صح. احنا بس في شيء قلتي انت، قلتي يعني الاولمبياد وايد صعب، ليش اذا احنا عندنا مثلا امكانيات شو الشيء اللي هاللعبه محتاجته ان انت ممكن يوصلك فعلا للعالم؟ طبعا اللعبه هاي شوي مكلفه ادواتها، حتى التحضير للاعب عشان يتاهل للاولمبياد لازم يخوض مباريات بطولات عالميه، وقبل البطولات العالميه لازم يكون في معسكرات، فهاي الاشياء تحتاج خطه وتحتاج دراسه وتحتاج ميزانيه. نحن للاسف شوي عندنا الدعم شوي محدود بالنسبه للالعاب الفرديه، خلينا نقول بشكل عام، لان فعلا في بعض الالعاب يعني تكون لانها يعني بس انا احس يعني اذا انتم اثبتوا نفسكم ممكن يدعم، صعب انه يكون الدعم في في في, في رياضات. صح كلامك بسيطة. بس يعني بعد احيانا نحتاج بوش، يعني مثلا الحين نحن منتخب يتكون من كذا مراحل سنيه، في بعضهم يدرسون بعضهم يداومون، التفريغ روحه هذا ممكن بتتفرغ اضافه لكم بتشارك فيها اذا بتتفرغ حياه لا انا ما قلت بي بصور تقرير عندكم، بس الموضوع انه بس اي شيء تصوره قلنا انسات غانم لازم تجرب لازم تجرب. ساره صورت في المطبخ وروتنا الاكل وهي تاكل، صارت الجيم ما روتنا وهي تسوي رياضه ناشب على الجيم، فالحين لازم نشوف اللعبه هاي حيه قدامنا بجرب ويا العنود ان شاء الله. بالعكس انا شفت ان اللعبه فعلا محتاجه تركيز وغيره، انا اشوفها من الالعاب اللي يمكن تطور شخصيه ويمكن تلاحظها يمكن اكيد، لان هي مش بس تبني القوه البدنيه بعد القوه الذهنيه وايد مهمه فيها، عشان شي يسمونها الشطرنج المتحرك. جميل، لان هي فعلا فيها تكتيك فيها استراتيجيه، مو بس تلعبين شيء عشوائي، فلا هي وايد حلوه اللعبه ما شاء الله، خاصه انك دخلتي من صغرك فاكيد كان لها تاثير، انك تلعب شطرنج صغير وفعلا بالفعل تاثر في المخ والتكتيك. نصيحه سريعه نعم للشباب اللي يسمعونك ويشوفونك. بعطي نصيحه عامه عن الرياضه، مش شرط رياضه تنافسيه، رياضه بشكل عام لازم الواحد يمارسها، لازم تخليها في برنامج حياتك في اسلوب حياتك، لان تكسب صحه نفسيه صحه جسديه. إذا بنشوف على مستوى الرياضة التنافسية، أتمنى أن السلطات المهتمة تأخذها حتى من منظور أن تدعم اقتصاد دولة، ترفع اسم دولة، يعني تحط لك مكانة بين الدول الثانية فعلا، لأن الرياضة اليوم صناعة مش بس هواية بالفعل. فأنصح المجتمع أن يأخذها كشيء يعني يستفيد منه هو شخصيا على مستوى إنساني، وايضا الجهات المسؤوله عن الرياضه في الدوله انها تاخذها شويه بعين الاعتبار اكثر. والحمد لله نحن في دوله الامارات صحيح. دائما تدعم الالعاب وتدعم الشباب. نعم في بالعكس الدعم وايد موجود. ميرا 1688 صوته مسموع في كل مكان ان شاء الله، انت باشر انك تدعم امورك طيبه في هالمجال فعلا نتشرف يعني. بالعكس هالشيء وايد راقي، انا احس انه يعني تمثيل الدوله عن طريق الرياضه يعني له دور وايد راقي بين المجتمعات، وها من خبره، لان صدق يوم انا اسافر ويعني اشارك بطولات خارجيه واحتك بناس من مختلف يعني الجنسيات، يعني يشوفون ان صدق هالعلم يعني لو اول مره يشارك في هالبطوله مره ثانيه يتعودون ان هالاسم موجود، ان هاي الدوله ترى تهتم في الرياضه. يمكن هذا من رقي المجتمعات. استذكر يمكن بعض الشخصيات الرياضيه العربيه العالميه اللي كان لها تواجد في اوروبا وفعلا كلامها صحيح واعطى اثر مش طبيعي في المجتمع فعلا. هذا كله لدرجه ان اليوم نشوف في تقبل اكبر لهالبلد العربي اللي ينتمي له لاعب، فممكن شخص واحد يمثل الدوله خارجيا ويكون له تاثير، وان شاء الله في يوم من الايام نشوف العنود موجوده في الاولمبيات وعندها ميداليه ذهبيه ويا يميله 16/8 يا الشباب. هاي دعوه نامن عليها وناس جايه من الحجاج. ولا اقول لك المشاهدين اللي يتابعونا الشباب يقولون امين يا رب، بس كلهم يقول الشعب كله يقول لك امين الحين وان شاء الله موفقه خير. مشكورين ويعطيك العافيه. نعم جدا استمتعنا وياها. شو هذا بعد عندنا اليوم؟ نعم بعد قبل لا نختم عندها شغله اليوم اونلي كوكيز مدلعينا الصراحه ما قصروا، فلازم خلت الموضوع عند راعي الدايت. انزين بنخلي بعد تشاركنا الضيفه اكيد تشاركنا بتشاركيني وهذا اليوم عقب الحلقه نعم. كل الشكر لاونلي كوكيز وايضا لبستاني على هذا السويت الرائع والجميل وايضا لميزون دي روزز.
يلا اموركم طيبه ان شاء الله. بسم الله. بس انتم بتاكلون. اوكي يعطيكم العافيه يا شباب. يعطيكم العافيه شبابنا اللي تابعونا في سمت بي. ان شاء الله نشوفكم في حلقه باكر على خير. حياكم الله.